بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور مول خالد، رئيس جامعة البوليدة فنين الونيسي علي. إن هذه الجامعة، جامعة الونيسي علي البوليدة فنين، استقلت على جامعة البوليدة واحد بموجب المرسوم التنفيذي رقم 163/2013 المؤرخ في 12 أبريل 2013، حيث أصبحت جامعة مستقلة بذاتها وتقع في موقع استراتيجي هام طريق سيار شرق غرب، وتبعد عن العاصمة بحوالي 70 كيلومتر وعن ولاية البوليدة بحوالي 25 كيلومتر، فهي تحتل موقع استراتيجي بحكم المساحة التي تتربع عليها أكثر من 200 هكتار، وتضم على وعائها العقاري كذلك الإقامات الجامعية التي تسع إلى أكثر من 10,000 سرير للطلبة. هذه الجامعة التي عرفت بجامعة العلوم الإنسانية تضم 4 كليات: كلية الحقوق والعلوم السياسية، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية، كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية، وكلية الأداب واللغات. ومن أكبر الكليات الموجودة على مستوى هذه الجامعة هي كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير في أكثر من 12,700 طالب. كما أن هذه الجامعة تسخر بتخصصات مهمة على قسم الليسانس وقسم الماستر وقسم الدكتوراه، حيث قدرت التخصصات في مجال البيداغوجي على مستوى الليسانس والماستر أكثر من 53 تخصص. كما تسخر هذه الجامعة بنمطها البحثي المتنوع في شتى المجالات: العلوم الإنسانية، في مجال الاقتصاد، في مجال الحقوق، وفي مجال الأداب واللغات، وحتى في العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية، حيث أنها تضم أكثر من 90 فرقة بحث في مختلف التخصصات، يشرف عليها دكاترة وباحثين بمختلف الرتب. فالجامعة بهذا الزخم وبهذا العدد نقول أنها قد احتلت مرتبة مهمة من حيث تصنيف الجامعات عبر الوطن، حيث أنها اليوم هي تحتل المرتبة 37 على المستوى الوطني، وهي كذلك لها خطة استراتيجية مهمة جدا من حيث النهوض بمجال البحث العلمي، وكذلك الاهتمام بحياة الطلبة، وكذلك في مجال الحوكمة والاسترشاد الإداري. فهي صادقت على هذه الخطة من خلال المجلس العلمي للجامعة، وهي تعمل على تطبيقها على أرض الميدان. في إطار انفتاح الجامعة على المحيط الاقتصادي والاجتماعي والعالم الخارجي، أبرمت الجامعة العديد من الاتفاقيات الوطنية وبروتوكولات التعاون مع جامعات أجنبية. قدرت الاتفاقيات الوطنية تقريبا حوالي أكثر من 42 اتفاقية، كما أن الجامعة انفتحت على محيطها الخارجي من خلال بروتوكولات التعاون الاتفاقيات الدولية، أهمها اتفاقية لومان مع جامعات فرنسية، وكذلك اتفاقية محمد السلطان مع جامعة تركية، وأخيرا جامعة كاراكالله أبرمت معها اتفاقيات، وكانت هناك زيارات مشتركة ما بين وفود مشتركة للجامعتين. فهناك آفاق ربما فتحت للطالب الذي يدرس بجامعة البوليدة اثنين، وهي إمكانية التكوين المزدوج ما بين الجامعات الدولية، وهذا ما تم مؤخرا من خلال إبرام اتفاقية أو بروتوكول تعاون مع ميفلانا وطلبة الونيسي علي أو جامعة البوليدة اثنين خلال تكوين في اللغة التركية، هذا تحضيرا لفتح قسم خاص في اللغات المشرقية على مستوى كلية الأداب وكلية اللغات. ومن جهة أخرى، الجامعة دخلت في العديد من الاتفاقيات ذات الأهمية الدولية، وأخص بالذكر مشروع يبدأ الذي ربما قطع شوطا كبيرا على مستوى جامعتنا والاتحاد الأوروبي، وتم فتح مؤخرا مركز قائم بذاته يشرف على تكوين الأساتذة والطلبة في مجمل التخصصات ذات الصلة بمجال العلوم الإنسانية. كما أن الجامعة دخلت في مشروع إنسايد الدولي مع جامعات يونانية، يتعلق الأمر بتكوين ذوي الاحتياجات الخاصة في المجال البيداغوجي، وهي تطمح
إلى ربما إبرام المزيد من الاتفاقيات الدولية حتى تكون جسور التعاون وجسور ربما الاحتكاك وتبادل الطلبة وتبادل الأساتذة وتبادل الأبحاث في شتى المجالات. إذن أناشد جميع الطلبة وجميع الطالبات بحكم التخصصات التي سوف يشرحها السادة العمداء الكليات ونواب العميد من خلال هذه البوابة التي هي تعتبر فرصة سانحة لكي يستطيع الطالب الذي يريد التسجيل بهذه الجامعة أنه يعرف بالتدقيق وبصفة شمولية التخصصات المفتوحة على مستوى كل كلية والمفتوحة على كل مستوى كل قسم من هذه الجامعة، وبالتالي حتى يكون له رؤية واضحة، رؤية مستقبلية في التخصصات التي يطمح إليها الطالب ربما ليصل المبتغى أو يصل إلى المبتغى الذي يريده في الحياة الجامعية. وأتمنى لطلبتنا كل النجاح والتوفيق، وبهذه المناسبة كذلك أهنئ الطلبة الناجحين في شهادة البكالوريا للسنة الجامعية 2020-2021، وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الأستاذ رحمون هلال، عميد كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير بجامعة بليدة 2 لونسي علي في العفرون. أعزائي الطلبة الجدد حاملي لشهادة البكالوريا 2020، أهلا وسهلا بكم في كليتنا، ومبروك عليكم على حصولكم لهذه الشهادة. فبالنسبة للكلية، الطلبة الذين يلتحقون بها هم حاملي شهادة البكالوريا تسيير أو رياضيات أو علوم أو تقنية رياضية. فبمجرد ما يلتحق الطالب بالكلية يسجل في السنة الأولى ليسانس نظام LMD. السنة الأولى هي سنة الجذع المشترك، يعني كل المقاييس أو المواد في هذه السنة تدرس لجميع الطلبة للسنة الأولى. ثم بعد ذلك ينتقل الطالب المتحصل على المعدل أو ما يعادل ذلك طبقا للقانون، ينتقل إلى السنة الثانية. والسنة الثانية تعتبر سنة الشعب، أي الشعبة التي يختارها الطالب عندما يتفوق في السنة الأولى. في كليتنا هناك أربعة شعب أو أربع شعب: شعبة العلوم الاقتصادية، شعبة العلوم التجارية، شعبة علوم التسيير، وشعبة العلوم المالية والمحاسبة. ثم بعد ذلك عندما يتفوق الطالب في السنة الثانية له الاختيار لعدة تخصصات في السنة الثالثة. إذن السنة الثالثة هي سنة التخصص، وحسب المواد التي تدرس في السنة الثانية والسنة الأولى وحسب المعدلات التي تحصل عليها الطالب يمكن له أن يختار التخصص الذي يراه مناسبا له. وأيضا بالنسبة للسنة الثانية، الانتقال للسنة الثالثة يكون حسب المعدل الذي يتحصل عليه الطالب، معدل 10 يعني فما فوق، أو ما يعادل ذلك أيضا طبقا للقانون. عندما يتحصل الطالب على الليسانس يمكن له أن يتوجه إلى سوق العمل حسب تخصصه، ويمكن له أيضا حسب معدله أن يتابع الدراسة في الماستر. والدراسة في الماستر هي سنتين. فأيضا هناك تخصصات، يختار الطالب التخصص ثم حسب عدد الأماكن البيداغوجية المتاحة ينتقل الطالب إلى الماستر. بعد سنتين يتحصل على شهادته. وبالنسبة للماستر هناك ثلاث سداسيات: دراسة نظرية، وسداسي فيه تحضير لمذكرة التخرج.
يقوم بها الطالب يقوم بإعدادها جزء نظري وجزء تطبيقي في مؤسسة من المؤسسات الاقتصادية. عندما تحصل الطالب على الماستر يتوجه عادة إلى سوق العمل، كما يمكن له أيضا أن يشارك في مسابقة الدكتوراه، فإن تحصل على معدل يسمح له بالتسجيل في الدكتوراه فهنا أيضا هناك تخصصات يختار الطالب حسب مستواه وحسب رغبته في مواصلة الدراسة ما بعد التدرج. فما تتميز به كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير أن الطالب عادة يمكن له الحصول على منصب شغل بدون أي مشكلة، ولكن حسب الاستراتيجية الجديدة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي فنحن نعمل على تحضير الطالب لفتح مؤسسته، إنشاء مؤسسة حسب تخصصه وحسب شهادته إما ليسانس أو ماستر. فنريد نحن أن نصنع من هؤلاء الطلبة مدراء مؤسسات، رؤساء مؤسسات، صاحبي أو مالكي مؤسسات صغيرة ومتوسطة. ولذلك تتمتع الكلية وهي جزء لا يتجزأ من الجامعة بما يسمى بدار المقاولات مقاولاتية. هذه الهيئة تسمح للطلبة بالتمرن بطبيعة الحال، هناك أساتذة وهناك طلبة نجحوا في هذه الخبرة، لهم خبرة في هذا المجال، يساعدون الطلبة على كيفية إنشاء مؤسساتهم. كما نذكر أيضا أن في الكلية مستقبلا سيفتح هناك معهد للمحاسبة أو الخبراء المحاسبين. بالنسبة للطلبة الذين سيختارون هذا التخصص لهم الحظ، سيكون لهم الحظ في المشاركة في مسابقة التحضير شهادة خبير محاسب. ثم أيضا هناك بعض الهيئات الأخرى في الكلية التي تعمل على تطوير البحث العلمي كالوكالة الموضوعاتية، فيمكن للطالب أن يستفيد من كل هذه الهيئات ومما تحمله من مزايا لتحضير مستقبل الطالب. تتمتع الكلية أيضا على مكتبة فيها أكثر من 6000 مرجع يمكن له بلغات 3 العربية والفرنسية والإنجليزية، يمكن للطالب أن يثري معلوماته وأن يحضر مذكراته أو ربما أطروحة الدكتوراه من خلال ما هو موجود كرصيد للكتب في هذه الكلية. إذن أتمنى لكم التوفيق وأهلا وسهلا بكم في كليتنا، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم الدكتور عقاب عبد الصمد عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة البليدة 2 لونيسي علي. في البداية أهنئ جميع الطلبة المتحصلين على شهادة البكالوريا، نتمنى لهم كل التوفيق في مسارهم الجامعي، ونتمنى حظ أوفر لطلبة الذين لم يسعفهم الحظ في التحصل على هذه الشهادة. هذه المرحلة التي هي مرحلة اختيار التخصص هي مرحلة مهمة في حياة الطالب الجامعي، تتطلب منه التركيز والتريث واختيار تخصص الأنسب لكفاءته ورغبته وميولاته. بالنسبة لكلية الحقوق والعلوم السياسية هي واحدة من الكليات الأربع التي تنتمي لجامعة البليدة 2 لونيسي علي، هي كلية متميزة، كل سنة نستقبل مئات الطلبة الراغبين في دراسة علم القانون وعلم السياسة. ماذا توفره كلية الحقوق والعلوم السياسية؟ توفر كلية الحقوق والعلوم السياسية لطلبتها تكوين في مجال القانون وفي مجال السياسة عبر نخبة من المؤطرين من الأساتذة ذوي الكفاءات العالية، ومعظمهم أو أغلبهم يمارسون بالإضافة إلى مهام التعليم المحاماة، وهذا جانب مهم جدا للطلبة باعتبار أنه القانون فيه جانب نظري وجانب تطبيقي
وبالتالي خلاصة تجربتهم سيتحصلوا عليها الطلبة. كلية الحقوق والعلوم السياسية كما قلت يشرف على تأطير طلبتها طاقم بيداغوجي متميز ومتمكن من موظفين وإداريين وحوالي 261 أستاذ من مختلف الرتب والدرجات. الطالب الذي يختار التكوين في الحقوق، أبدأ بالحقوق، طبعا التصور الأولي للطالب ماذا يدرس في القانون وماذا سيفعل بهذه الشهادة مستقبلا. كل طالب يرغب في المجال، العمل في المجال القضائي أو المجال المحاماة أو المجال الإدارة بصفة عامة، فما عليه إلا التسجيل في كلية الحقوق والعلوم السياسية. طبعا نظام التكوين في كليتنا هو نظام الألمدي. الطالب لما يقوم باختيار تخصص الحقوق والعلوم السياسية يدرس 3 سنوات لتحصل على شهادة الليسانس. نبدأ بالحقوق. في السنة الأولى والثانية الطالب يدرس جذع مشترك، يتلقى من خلاله المبادئ الأساسية في القانون والمواد العامة. ثم في السنة الثالثة يختار بين تخصص القانون العام أو القانون الخاص، وهذا بطبيعة الحال لما يدرس هذه السنتين جذع مشترك ستتشكل لديه فكرة حول ما هو القانون العام وما هو القانون الخاص. فبعد حصوله على شهادة الليسانس سيكون أمام الطور الثاني الذي في العادة يكون الطلبة تسجيل مباشر، يعني فيه دراسة ملفات ولكن الأولوية دائما لطلبة الليسانس المتمدرسين في السنة الجارية. في مستوى أو طور الماستر هناك 7 تخصصات بإمكان الطالب أن يختار حسب كما قلت الفرع، إما قانون عام أو خاص. بالنسبة للطلبة الذين يختارون الفرع القانون الخاص بإمكانه في طور الماستر الاختيار بين تخصص القانون العقاري، وبالمناسبة كلية الحقوق والعلوم السياسية تعتبر قطب من أقطاب الجامعة الجزائرية في هذا التخصص، أو القانون البيئي أو القانون الأسرة أو الضمان التأمينات والضمان الاجتماعي. بالنسبة للقانون العام هناك 3 تخصصات، هي تخصص دولة ومؤسسات، تخصص القانون الجنائي وعلم الإجرام، وتخصص القانون الدولي. بالنسبة للعلوم السياسية كما قلت بنفس الوتيرة هناك 2 جذع مشترك، والطالب يختار في السنة الثالثة بين تخصص تنظيمات سياسية وإدارية أو تخصص علاقات دولية. في الطور الثاني اللي هو طور الماستر هناك أيضا 3 تخصصات حسب الفروع اللي يوجدوا فيها الطلبة، وهي تخصص إدارة الموارد البشرية، تخصص العلاقات الدولية، وتخصص إدارة الجماعات المحلية. بعد إنهاء الطور الثاني اللي هو الماستر بإمكان كل الطلبة التسجيل في مسابقة الدكتوراه التي كل سنة تنظم في كليتنا. كما قلت الكلية كل سنة تستقبل المئات من الطلبة في شعبة الحقوق، في شعبة العلوم السياسية. الحياة الجامعية بصفة عامة بالإضافة إلى التكوين النظري والتكوين التطبيقي، هناك أيضا في كلية جمعيات طلابية، هناك أيضا نوادي علمية، عن أكثر من 11 أو 12 تنظيم طلابي معتمد. هناك أيضا 3 نوادي علمية، هناك نادي فينيكس، نادي إيليت، وهناك نادي أيضا في طور الاعتماد. هذه بطبيعة الحال تساعد الطالب على الاحتكاك بزملائه، بالتعرف على الحياة الجامعية، بممارسة نشاطات ثقافية، نشاطات علمية حسب القوانين المنظمة لمثل هذه التنظيمات. أيضا كلية الحقوق والعلوم السياسية تحتوي على مخابر علمية تضم أساتذة، تضم أيضا طلب الدكتوراه. المخابر المعتمدة الآن على مستوى كلية عندنا مخبر القانون والعقار، عندنا أيضا مخبر البيئة الحوكمة والتنمية المستدامة، عندنا أيضا مخبر الرقمنة
والقانون في الجزائر. أيضا هذه من بين المجالات اللي يمكن للطالب الاحتكاك بها واكتساب أيضا معارف على مستوى هذه التنظيمات أو على مستوى المخابر أو على مستوى النوادي العلمية. ماذا يمنح للطالب المتحصل على شهادة ليسانس أو الماستر أو الدكتوراه؟ طبعا كما تعلمون جميعا أنه في مسابقات التوظيف، الوظيفة العمومي بصفة عامة، سواء الوظيفة العمومي أو المهن الخاصة أو الشركات والمؤسسات الخاصة، دائما يحتاجون لطلبة متمكنين في الجانب القانوني أو الجانب الإداري بصفة عامة، وهذا ما تضمنه كلية الحقوق والعلوم السياسية. وبالتالي طالب له إمكانية في الولوج إلى عالم الشغل عن طريق هذه كل الوظائف الإدارية التي لهم أولوية في الالتحاق بها، بالإضافة إلى العديد من المهن الحرة مثل المحاماة، مثل التوثيق، مثل المستشار القانوني، مثل الخبير القضائي. هناك العديد من الفرص العمل التي تمنح للطلبة المتحصلين على ليسانس أو ماستر أو دكتوراه في مجال القانون أو مجال علم السياسة. كلية الحقوق والعلوم السياسية كما قلت أيضا هناك العديد من الاتفاقيات المبرمة مع الشريك الاجتماعي والاقتصادي، سواء في تخصصات الماستر المهني التي تفرض تكوين مزدوج بين هذه المؤسسات التي تربطنا مع اتفاقية، والتكوين النظري على مستوى المدرجات. أيضا الكلية في اتفاقيات مع الغرفة الجهوية لناحية الوسط للمحضرين القضائيين، تكون العديد من إطارات هذه الغرفة. عندنا اتفاقية أيضا مع نقابة المحامين لناحية الوسط. عندنا اتفاقية أيضا مع الغرفة الجهوية للخبراء والمهندسين العقاريين لجيومتريك سبير. كل هذه الهيئات تستفيد من كليتنا عن طريق تكوين إطاراتها، وفي المقابل توفر لطلبتنا تكوين تطبيقي على مستوى مكاتبها وعلى مستوى مؤسستها. فبصفتي كعميد لهذه الكلية أتمنى كل التوفيق، وأرحب بكل طلبتنا الذين اختاروا التكوين في مجال القانون أو في مجال العلوم السياسية، متمنيا لهم كل التوفيق، وسيجدون إن شاء الله كل الظروف مهيئة لتكوينهم ولإفادتهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الدكتور زعموشي رضوان، عميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، الأمير خالد الجزائري تم تسميتها مؤخرا من طرف الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. أحاول أن أقدم لكم نبذة عن إنشاء كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية. في البداية كانت معهد علم الاجتماع والديمغرافيا، وكان ذلك في عام 1991، وفي عام 1999 تم إنشاء قسم علم النفس علوم التربية والأورطوفونيا. ثم عندما انتقلنا إلى نظام الكليات أصبحت كلية الآداب والعلوم الاجتماعية في 2001، وفي 2012 أصبحت تسمى كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية. بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية 6 مدرجات، 4 منها فيها طاقة استيعاب تاع 250 طالب، و 2 منها تستيعب 300 طالب. بها 6 مدرجات وبها 42 قاعة، كما أنها تحتوي على مكتبة بها عدد معتبر من المراجع. أيضا للكلية قاعة أساتذة ومخابر بحث متعددة عددها 8، مثل مخبر الجريمة والانحراف، مخبر القياس النفسي، مخبر الصحة والإبداع، وغيرها من المخابر التي تنشط في المجال العلمي. تضم كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية
قسمين، قسم العلوم الإنسانية وقسم العلوم الاجتماعية، وعدد طلبتنا من الطور الأول إلى الطور الثالث يعني من ليسانس والماستر والدكتوراه 7372 طالب، ويؤطرهم ما يقرب 255 أستاذ من مختلف الرتب. أستاذ التعليم العالي عندنا تقريبا 45 أستاذ، وبالنسبة لأساتذة المحاضرين 136 أستاذ، والبقية أساتذة مساعدين قسم ألف وقسم باء. طبعا آفاق الكلية هي أنها تكون طلبة في مجال العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية. نحاول أن نقدم لطلبتنا الأعزاء تكوين نظري وفي نفس الوقت تكوين ميداني. من بين الشعب التي نكون فيها في على مستوى الكلية عندنا شعبة التاريخ، وفيه شعبة التاريخ القديم، شعبة التاريخ الوسيط، عفوا التاريخ القديم والتاريخ الوسيط والتاريخ الحديث. عندنا شعبة علم المكتبات وشعبة الإعلام والاتصال، كما أنه في قسم العلوم الاجتماعية عندنا شعبة علم النفس، شعبة علوم التربية، شعبة الأورطوفونيا، أيضا شعبة علم الاجتماع وشعبة علم السكان. هذا تقريبا ما تحتويه كليتنا. طبعا نكون طلبة للعمل في مجال العلوم الاجتماعية مثل النشاط الاجتماعي في المستشفيات، نكون طلبة للعمل في المؤسسات الصناعية في مجال العمل والتنظيم سواء كان ذلك في علم الاجتماع أو في علم النفس، نكون طلبة في مجال الإعلام والاتصال، الصحافة المكتوبة، وإن شاء الله في المستقبل القريب ستكون الصحافة السمعية البصرية. أيضا نكون طلبة في هندسة المعلومات وتكنولوجيا علم المكتبات، وهذا تخصص جد مطلوب يعني من بين التخصصات التي عليها إقبال. طبعا نحاول أن نقوم بعدة نشاطات في كل سنة جامعية، نشاطات علمية، تظاهرات، أيام دراسية، ملتقيات وطنية ودولية. لنا شراكة مع عدة جامعات وطنية ودولية. هذا ما لدي أن أقول حول كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية. مرحبا بكم أيها الطلبة الأعزاء، وإن شاء الله بالتوفيق في دراستكم على مستوى كليتنا، والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. وبعد، الدكتور علي منصوري نائب عميد كلية الآداب واللغات، مكلف بالبحث العلمي والتكوين فيما بعد التدرج والعلاقات الخارجية. كليتنا كلية الآداب واللغات هي إحدى الكليات الأربعة في جامعة البليدة 2، وقد تم إنشاؤها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 1276 المؤرخ في 12 من شهر فيفري سنة 2012، ثم انتقلت بعد انفصالها عن كلية العلوم الاجتماعية إلى جامعة العفرون التي تم إنشاؤها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 13162 المؤرخ في 15 من شهر أفريل سنة 2013. تعتبر كليتنا من أقدم الكليات وأعرقها في جامعة البليدة، حيث بدأت نشاطها الفعلي في بداية التسعينيات، حيث كان المرسوم أو المخطط الخماسي الذي يقضي بإعادة هيكلة الجامعات في تلك الفترة. وتضم كليتنا أربعة أقسام: قسم اللغة العربية وآدابها، قسم اللغة الفرنسية، قسم اللغة الإنجليزية، وقسم اللغة الإيطالية. كليتنا تكفل التكوين في هذه الشعب الأربعة، وعلى المستويين مستوى الليسانس ومستوى الماستر، ثم مستوى ما بعد التدرج اللي هو مستوى الدكتوراه.
تضم كليتنا عددا من الأساتذة من درجة بروفيسور وعددا معتبرا وكذلك عددا معتبرا من الأساتذة من ذوي المصاف الأستاذية الباحثين والناشطين والمعروفين وطنيا وبكفاءاتهم ومشاركتهم في الحياة الثقافية والفكرية واللغوية في الجزائر. تضم كليتنا ثلاث مباني رئيسية وهي تتوزع فيها الأقسام الأربعة وكذلك الإدارات على اختلافها والمخابر والمكتبة والنوادي والفضاءات المخصصة للطلبة كما قلنا المكتبة وكذلك النوادي الثقافية النوادي العلمية وفيها مقرات أيضا للتنظيمات الطلابية وتعتبر كليتنا مساحة نشطة جدا تتجسد فيها أو يتجسد فيها التعاون والتكاتف بين الأطراف الثلاثة الفاعلة فيها وهي الأساتذة والطلبة والموظفين الإداريين من جهة أخرى. تعتبر كليتنا من الكليات النشطة على المستوى الوطني في كل الميادين، ميدان البحث العلمي، ميدان التظاهرات العلمية من ملتقيات ومؤتمرات وندوات وأيام دراسية. كذلك تصدر عن هذه الكلية مؤلفات خاصة بالأساتذة وكذلك مجلات وطنية ودولية كمجلة الكلية ومجلة المدونة ومجلة الصوتيات ومجلة ديداكستيل وغيرها من المجلات الكثيرة التي تصدر عن هذه الكلية. الكلية بشكل عام أو من حيث الهيكلة هي عبارة عن الإدارة المتمثلة في العمادة أو إدارة الكلية وهي تنقسم إلى من بعد إلى ثلاث فروع رئيسية. الفرع الأول فرع نيابة العمادة للبيداغوجيا والمسائل المرتبطة بالطلبة، ثانيا نيابة العمادة للبحث العلمي والتكوين فيما بعد التدرج والعلاقات الخارجية، والفرع الثالث اللي هو الأمانة العامة للكلية. وهذه الفروع الثلاثة هي التي تنسق فيما بينها من أجل تسيير الحياة العامة للطالب والأستاذ ومن أجل ضمان مستوى من التكوين مستوى أفضل من التكوين ومن التبادل العلمي ومن الإنتاج العلمي بالنسبة للأساتذة ومن كذلك التكوين النوعي بالنسبة للطلبة. تقع كليتنا في مدخل الجامعة حيث تواجه هي أول كلية تواجه الزائر لجامعة البليدة، ولذلك فإننا نرحب ترحيبا حارا بالطلبة الجدد الحاصلون على شهادة البكالوريا إن شاء الله في هذه السنة، حيث سنستقبلهم إن شاء الله في بداية العام الجامعي أو السنة الجامعية، وسيجدون كل المرافق والتوجيهات والنصائح والإرشادات إذا اختاروا أن يكونوا أبناء لكليتنا سواء في قسم اللغة العربية وآدابها أو في قسم اللغة الفرنسية أو في قسم اللغة الإنجليزية أو في قسم اللغة الإيطالية.